بالنسبة للنوع الثالث اللي هو الانفراريد، الفريكونسي فيه جدا عالية وفعليا بيودي برينج ليزرز، ولكن المشكلة انه المسافة اللي بيقدر يودي عليها قليلة، بنحكي عن بالامتار، بالاضافة لانه ما في عنده اي نوع من انواع البنتريشن للسوليد اوبجكتس. يعني اذا كنت انت موجود بغرفة ما بيودي للغرفة الثانية. هاي يعني بنستعمله طبعا احنا بالريموت كنترولز بالعادة للتلفزيون للكونديشنز. بالنسبة لأنواع الأنتينز اللي مستعملهم، عندنا نوعين أساسيات لأنواع الأنتينز. النوع الأول اسمه أومني دايركشنال أنتينا، بشكل بسيط إنه بيعمل ترانسميشن للسيجنالز. الأومني دايركشنال أنتينا بيعمل ترانسميشن للسيجنالز بجميع الاتجاهات. مشكلته إنه في عندنا انترفيرنس بصير عليه، بعدين أنا بودي بجميع الاتجاهات، إذا كان في عندي أكثر من تاور قريبات من بعض ممكن يصير بيناتهم انترفيرنس على نفس الشانل، نفس الباندويث اللي بيستعملوها، نفس الفريكونسي رينج اللي بيستعملوهم. بالعاده بنستعمل اومني دايركشن انتنز بالسكاي بروباجيشن، بنودي بجميع الاتجاهات للسماء وبتنعكس بحيث انها تغطي لي المنطقه كامله. كمثال عليها الاي ام والاف ام ترانسميشن، الباندويث تبعها بالعاده مش لهالدرجه كبيره. نوع ثاني من انواع الانتنز اللي هو دايركشنال انتنز، اللي بتودي لي الترانسميشن في دايركشن معين. وعن هاي الاتجاه اللي حاليا بيستعملوه في ال 4G networks و 5G networks، خلينا نحكي عن وايرلس ترانسميشن، عن فيري دنس نتوركس، بكون عندنا انتنة كبير مركب او برج، خلينا نحكي واحد مركب عليه مجموعه كبيره من الانتنز، كل واحد اتجاه معين حتى يغطي لي جهه معينه فقط. ما بصير عندي انترفيرنس بين اكثر من ديفايس حوالين بعض. الترانسميتر بنسميه هورن انتينا. بهي الطريقه بنودي السيجنال من تحت، بيوصل عند الترانسميشن اريا، بصير له تشتت بسيط بحيث انه يغطي لي جهه اكبر من بس والله نقطه معينه، بصير يغطي لي مساحه بدل نقطه. عند الريسيفنج بكون عندي زي الدش اللي بجمع لي الريسيفد سيجنالز نقطه واحده حتى يكثفها ويقرا، يقدر السيستم يفهم شو الداتا تفهم. طبعا هاي الدش اللي موجود هون هو نفسه الكل موجود على سطح البيت او سطح العماره. زمان كان احجامهم كبيره، حاليا صغرت الاحجام مع تطور التكنولوجيا المجتمعيه. بالعاده احنا بنستعملهم للمايكرويف وللاين اوف سايت كوميونيكيشن. المايكرويفز ار يوزد فور يونيكاست او directional communication. نستعمله بالعادة للسيلر نتورك، ستلايس نتورك، and wireless LANs. النوع الأخير اللي هو الانفراريد، very high frequency عنا ياهم، line of sight، destination أو distance ما بين الترانسميتر والريسيفر عندهم جدا قليلة، زي ما حكينا بالأمتار، ما بيقدر يخترق أي solid object. وبالعادة احنا نستعملهم مثلا simple applications بالذات زي remote controls، ممكن نستعملهم جوا الكمبيوتر، laser communication ما بين ال CPU وال different peripherals ممكن احنا يكون نستعملهم. في عنا ال IRDA infrared data association، بالعادة هي اللي تحدد لي الستاندردز وشو ممكن استعمل وال data rates والحكي كلياته. The infrared signals can be used for short range communication in a closed area using line of sight propagation. هيك يا جماعة إن شاء الله بنكون خلصنا شابتر 7، بضل عندنا شابتر 9 رح نغطيه يوم الثلاثاء والخميس. يعطيكم العافية.